السلام عليكم. هذه الوحدة اللي ترون أن هي وحدة خاصة بالتلحيم، هذه عملها يأتي بعد التلحيم، هذا تخصص أنا لا أعرفه، لكن يوجد في شركتنا هذا التخصص كما ترون هذه المعدات تاعهم، وهي الأشياء الحمر الذي ترون فيهم هم الذين يطلقون الحرارة في مكان التلحيم. كيفاه يطلقون الحرارة في مكان التلحيم؟ توحد التلحيم توحده، نقولوا احنا الخط ذلك خط مختص بالتلحيم، يجعلون فوق هذيك القطعة الحمراء، يجعلون كثير من القطع الحمراء، وتلك القطع الحمراء ترسل حرارة كبيرة جدا، ذيك الحرارة تصل إلى 350 فولت أو أكثر، لا أدري كي، لكن حسب ما سمعت هذه الوحدة ترسل كهرباء حوالي 350 فولت، وهذه 350 فولت هي التي تجعل الحرارة في هذه الأماكن تلحيم، فتوحد التلحيم توحده، توحد التلحيم كأنه تدخل في بعض البعض. هذا تخصص راهي عندما تدخل للشركة يختارون عمال ويجعلون لهم تربص خاص بهذه الآلة، هذه هم أجهزة تاعهم، هذه الخيوط الكهربائية الحمراء كما ترون، ثم يجعلون تلك الأشياء الحمراء فوق التلحيم، يدورونه على الأنبوب كله، ثم يجعلون مادة عازلة، المادة عازلة الحرارة لكي لا تضر العمال عندما يمرون بجانبها، ثم يتممون عمل، يبقى بعد ذلك يأتي عمال آخرون وهم يجعلون الراديو، وهو نسيته بالعربية، الراديو هذا آخر عمل في التلحيم هو الراديو، إن وجدوا مكان ليس مثبت جيدا يعيدون يعملون. هذه وحدة خاصة بالتلحيم، والسلام عليكم ورحمة الله.